برحب بالدكتور سيد السايح وكيل كلية التربية. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا ومرحبا بكم. يا مرحبا دكتور، كلمني عن أهم المحاور التي تناولتها دورة إعداد المعلم الجامعي. حقيقة دورة المعلم هي دورة شاملة كاملة وافية، فيها من المجالات التربوية تتعلق بأصول التربية، تتعلق بعلم النفس التربوي، تتعلق بالصحة النفسية، تتعلق بالتدريس بأحدث النظريات التربوية، فتشمل كل المحاور التربوية. نحاول في هذه الفترة البسيطة أن الطالب المعيد يأخذ فكرة ولو كانت موجزة عن هذه الأمور حتى يطبقها في مجاله التدريسي في كليته التي هو فيها إن شاء الله. يعني بأشكر أخي الأستاذ الدكتور حسين عباسط أيضا وكيل الكلية الذي ينظم هذه الدورة تنظيما جيدا، وهو بيضع خطة لكي يشارك الجميع. يعني من لم يشارك مثلا في هذه المرة سيشارك في المرة القادمة، وهناك أساتذة خبراء لابد أن يشاركوا طبعا في كل مرة حتى يستفيد منهم الجميع، والفرصة متاحة للجميع لكي يشاركوا إن شاء الله. ولكن نتمنى أن يكون هذه الدورة قد حققت أهدافها كما نريد وفوق ما نريد إن شاء الله. دكتور، احنا في نهاية الترم الأول من هذا العام، تحب تقول أي نصيحة لطلاب وطالبات كلية التربية بخصوص الامتحانات؟ طبعا طلاب كلية التربية هؤلاء هم أبنائي وبناتي الذين أحبهم من كل فؤادي، وأنصحهم من الآن أن يتفرغوا للدراسة. فمن اليوم لا مجال للتلفزيون، لا مجال للمباريات، لا مجال للمسلسلات، لا مجال للمحادثات، لا مجال للفيسات، وإنما المذاكرة والمحاضرات وهضم المقررات حتى يحصلوا على أعلى الدرجات ويتوجوا بالامتيازات.